vision, born from the very core of here, will exist in everything we do. An open system that will enable an autonomous world for everyone. Autonomous. هي دي كلمة السر أعتقد في الفترة اللي جاية زي ما الناس دلوقتي بتتكلم على البيج داتا والديب ليرنينج وماشين ليرنينج يمكن الفترة 2019-2020 هيبقى عندنا lots of talks the next buzz اللي هيبقى طالع يمكن بعد البيتكوين على فكرة الأوتونوموس وفكرة ذاتية المركبات ذاتية القيادة سواء كانت سيارات سواء كانت الدرون سواء كانت الطيارات سواء كان الهايدرو لوب في أكتر من حاجة أكتر من تكنولوجي متاحة حالياً في تكنولوجي ذاتية القيادة. شكراً على استماعكم. لو حد عنده أسئلة. تمام. شكراً جزيلاً.